وذكر حجاج العراق خبر بناء مدينة واسط. كان والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي مضطراً للانتقال بين مدينتي الكوفة والبصرة، وذلك لأسباب تتعلق بمواجهة الثورات على الخلافة، ففكر ببناء مدينة تكون في موقع متوسط ويجمع فيها القوات التابعة له، وخصوصاً جيوش الإمداد التي أرسلها الخليفة عبد الملك بن مروان من الشام، والتي أراد أن يضمن عدم احتكاكها بأهل العراق. فاختار موضع قرية يقال لها القصب، وبنى المدينة فيه على نهر دجلة، وأسماها واسطة.